بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة الثانية بعد المئة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح مع الإخوة والأخوات. حياكم الله وبارك فيك. هذا السائل أبو عبد الله يقول: الشيخ صالح، ما سبب نزول سورة الإخلاص وما فضلها مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه أجمعين. سبب نزول سورة الإخلاص هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له: انسب لنا ربك، فأنزل الله هذه السورة. وأما فضلها فهو فضل عظيم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، لأنها خالصة بالتوحيد. والقرآن ثلاثة أقسام: إما أخبار عن الماضي والمستقبل، وإما وعد ووعيد، وإما أحكام شرعية، فهي خلصت فيه وهو توحيد، أو النوع الثالث وهو التوحيد، خالصة في التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم. الأخت السائلة شيخ صالح تقول: ما كيفية المسح على الخمار؟ هل يكون المسح من أول الرأس إلى القفى بدون رجوع، أم يكون فيه الرجوع إلى الإمام؟ لابد، مثل مسح الرأس تماما، يعني تضع يديها مبلولتين بالماء على ناصيتها مقدمة رأسها، ثم تمرهما إلى قفاها، ثم تردهما إلى المكان الذي بدأت منه. نعم. بعض الأخوات يسألنا يا شيخ صالح عن الأحكام المتعلقة بالإفرازات التي تكون قبل الحيض بيوم وتمتد إلى 3 أيام أو أكثر لنزول الحيض. ما حكم هذه الأيام الثلاث فيما يخص الصوم والصلاة؟ إن كانت هذه الإفرازات تصل بالحيض فإن حكمها حكم الحيض، فلا تصلي فيها ولا تصوم. أما إن كانت منفصلة عن الحيض، بينها وبين الحيض فترة نقاء، فإنها ليست من الحيض، فلا تدع الصلاة من أجلها، بل تستنجي وتتوضأ وتصلي كل وقت. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ، هل يجوز الجمع بين الأذكار الواردة في الركوع والسجود عن النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث إذا أراد إطالة الركوع أو السجود أتى بها؟ الذي يجب في الركوع والسجود: في الركوع يقول سبحان ربي العظيم ويكررها، وفي السجود يقول سبحان ربي الأعلى ويكررها، ويدعو في السجود بعد أن يأتي بالتسبيحات، فإنه يدعو. قال صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. نعم. من الأسئلة التي وردت البرنامج يا شيخ، يقول السائل: هل يجوز قراءة أكثر من سورة في صلاة الفرض بعد قراءة سورة الفاتحة؟ لا بأس بذلك، أن تقرأ بأكثر من سورة في قيام الركعتين الأوليين من الفريضة. نعم. هذه سائلة تقول: أنا وزميلاتي في القاعة في الجامعة جمعنا مبلغ من المال لشراء ملخصات من مدرسة خصوصية قيمتها 2000 ريال، وبعدما عرفت هذه المدرسة أخذت تدعو علينا بالمرض وعدم التوفيق، لأنها تريد من كل طالبة دفع مبلغ 2000 ريال لتستفيد أكثر، علما بأن هذه المدرسة قامت بتسريب أسئلة الدكاترة بتواطؤ منها لاستغلال الطالبات. الدراسة لا تكون مذكرات وملخصات، إنما تكون من المقررات، من الكتب المقررة، والمدرس يشرحها ولا يضع ملخصا، وإنما يشرح الكتب المقررة، ولا تكون هذه الملخصات متاجرة بين الطلاب والمدرسين أو الطالبات والمدرسات، هذه خيانة من المدرس والمدرس. الواجب أن كل منهما يشرح الكتاب المقرر ويبينه للطلاب والطالبات،
الزوجات. نعم. أحسن الله إليكم، يسأل هذا السائل عن كيفية عقد الزواج على السنة مأجورين. هذا عند مأذون الأنكحة، يذهبون إلى مأذون الأنكحة ويسألونه عن ذلك. نعم. يقول السائل: يا شيخ، ما الكتاب المفضل في تفسير القرآن الكريم؟ الكتاب المفضل في تفسير القرآن الكريم تفسير ابن كثير رحمه الله، تفسير الإمام البغوي، وتفسير الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي. هذه الكتب هي أقرب التفاسير وأصحها. نعم. أحسن الله إليكم، السائل يقول: يا شيخ، نذرت على نفسي إن رجعت إلى فعل معصية معينة أن أصوم شهرين متتاليين، فوقعت في هذه المعصية مرة أخرى، كيف أوفي بهذا النذر مع العلم بأنني نذرت حتى أصعب لي على نفسي؟ يجب عليك الوفاء، من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. إذا فعلت ما نذرت على تركه لا، حكمه حكم اليمين، يلزمك الوفاء به. نعم. هذا سائل يا شيخ يقول: أحسن الله إليكم، ما الضابط في تسمية الرجل بالعالم؟ عالم إذا كان فقيها بالكتاب والسنة، دارسا لكتب الفقه والأحكام، قالوا له فقيه. نعم. له سؤال آخر متعلق بالسؤال الأول، يقول: ما المنهجية يا شيخ التي ينبغي أن يسلكها طالب العلم في دراسة الفقه وأصوله؟ منهجية إن كان دراسة نظامية، إنه يدرس الكتب المقررة في الفقه والتوحيد والنحو وغير ذلك، وإن كان يقرأ على المشايخ في المساجد فإنه يسألهم عن الكتاب المناسب يشرحوه له ويقرأه عليهم وهم يشرحونه له. نعم. هذا سائل يا شيخ يسأل عن نتف الشعر الموجود بين الحاجبين على الأنف مع الدليل. إذا كان كثيرا ومشوها فإنه يزيله، لأنه ليس من الحاجبين، فيزيل هذا الشعر الذي يقرن بين الحاجبين. نعم. هذا طالب في المرحلة المتوسطة يقول: قبل حوالي 3 سنوات شيخ، شاركت في مسابقة لحفظ القرآن الكريم الفرع 30 جزء، لكنني في الحقيقة لم أكن أكملت بعد 3 أجزاء، غير أنني نجحت وفزت بالمرتبة الأولى، فما حكم الجائزة التي أخذتها مأجوري؟ إذا كانت الجائزة على حفظ القرآن كاملا وأنت قد بقي عليك 3 أجزاء فإنك لا تستحق هذه الجائزة ولا تحل لك، لأنها مشروطة بحفظ القرآن كاملا. نعم. أحسن الله إليكم، فضيلة الشيخ يقول السائل: أود أن أسأل الشيخ صالح عن الأناشيد الدينية التي توضع فواصل، وخاصة التي انتشرت الآن بين الناس في الجوالات وفي غيرها، مأجورين. ليس هناك أناشيد دينية، هذه عند الصوفية، الأناشيد الدينية عند الصوفية وهي مبتدعة، وأما غير الصوفية فليس عندهم أناشيد، إنما عندهم ذكر لله وتلاوة للقرآن والتسبيح والتهليل والتكبير، هذا الذي تحلى به أهل السنة والجماعة، لا يتحلون بالأناشيد، إنما يتحلى بها الصوفية المبتدعة. نعم. أحسن الله إليكم شيخ صالح، يقول السائل: اشتريت قطعة أرض بدون دفع لثمنها، ثم بعتها لشخص آخر مع الزيادة في المبلغ، وبعد استلامي النقود من الشاري أخذت الفائدة والباقي أعطيته لصاحب الأرض، فما حكم هذا العمل؟ إذا كنت اشتريتها وتملكتها، استلمتها بأن خلي بينك وبين تخلية، لك أن تبيعها وثمنها لك ليس للبائع، البائع أخذ ثمنها منك. أما إذا كان بقي في الأرض شيء لم يقع عليه البيع فهذا للبائع، أنت إنما تبيع ما تملك من الأرض. نعم. يقول هذا السائل: شيخ، ما حكم بيع وشراء كلب الصيد والحراسة؟ لا يجوز بيع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب في الحديث الصحيح، فلا يباع الكلب لا للصيد ولا للحراسة، لكن إذا دفعت شيئا مكافأة على أنه مكافأة لصاحب الكلب الذي يختص به، كلب الصيد أو كلب الماشي اختصاص، تدفع له شيئا مقابل الاختصاص ليتنازل لك، هذا لا بأس به. نعم. هذا سائل يقول: سماحة الوالد العلامة الشيخ صالح الفوزان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لي سؤال: لقد اعتمرت أنا وزوجتي قبل 10 سنوات، وعندما اقتربنا من الحرم أخبرتني زوجتي بأنها حاضت، فقلت لها: اسعي وأجلي الطواف لوقت آخر حتى تطهري، سعت ولله الحمد، ولكننا عدنا قبل أن تطهر وتكمل الطواف، علما بأنه حصل جماع،
ماذا على زوجتي وعلي الآن مأجوري؟ إذا أحرمت المرأة بالحج وأصابها الحيض فإنها تفعل ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت، غير الطواف بالبيت. وأما العمرة فلا تؤدي شيئا منها، لأن أول أركان العمرة هو الطواف، تنتظر حتى ينقطع الحيض وتغتسل ثم تطوف. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت وهي محرمة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فالعمرة باقية في ذمتها وأنت وطأتها ففسدت العمرة، فعليها أن تؤدي العمرة وهي فاسدة تؤديها، ثم إذا فرغت منها تذهب إلى الميقات الذي أحرمت منه بتلك العمرة فتحرم منه بعمرة صحيحة، بعمرة صحيحة، ثم تذهب إلى البيت وتؤدي العمرة على طهارة، يكون عليها فدية عن الجماع الذي حصل وهي محرمة. نعم. يقول: ما المراد بالآية الكريمة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض؟ الآية الكريمة واضحة أن الله فضل بعض الرسل على بعض، أفضلهم أولو العزم ثم من يليهم، لا شك أن الرسل بعضهم أفضل من بعض، أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل. نعم. يقول فضيلة الشيخ في المكتب: قد يكون هناك عطاس من زميلي، إذا لم يحمد الله وانتظرت هل يشمت؟ لا، قال صلى الله عليه وسلم: وإذا عطس وحمد الله فشمته، هذا من حق المسلم على المسلم، إذا لم يحمد الله فلا تشمت. نعم. يقول: من جهة الدعوة إلى الله في الآية الكريمة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نعم، الآية واضحة، أولا يجب الإخلاص لله في الدعوة، قوله أدعو إلى الله يعني لا أدعو إلى نفسي ولا أدعو إلى مذهب من المذاهب أو نحلة من النحل، وإنما أدعو إلى الله عز وجل، وهذا فيه الإخلاص في الدعوة. وقوله على بصيرة أي على علم، فلا يدعو إلا إذا كان يعلم ما يدعو إليه، أما الجاهل فلا يدعو، لا يدعو بجهل، لأنه لا يعرف الأمور التي يدعى إليها والأمور التي ينهى عنها. نعم. يقول فضيلة الشيخ: أنا أستفتح بهذا الدعاء: تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فضيلة الشيخ، هل الاستمرار على هذا الاستفتاح أو أستفتح بأدعية أخرى؟ أنواع الاستفتاح متعددة كلها ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قد ألف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة مستقلة جمع فيها أنواع الاستفتاح الواردة الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك استفتاح لقيام الليل واستفتاح للصلوات الخمس، وأقربها وأشملها سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك. نعم. الأخت السائلة تقول: زوجي يأتي بالجرائد، هل يجوز استخدام الجرائد كسفرة للأكل عليها وبعد ذلك نقوم بتنظيفها؟ إذا كان فيها شيء من أسماء الله، شوفون فيها شيء من أسماء الله أو آية من القرآن أو حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو كلام أهل العلم، فلا يجوز لكم أن تمتهنوها. أما إذا كانت ليس فيها شيء من هذه الأمور فلا بأس بامتهانها وجعلها سفرة يوكل عليها. نعم. تقول: بالنسبة لبقايا الطعام شيخ، يضعه بعض الناس في كرتون ونحوه ويوضع في الشارع لتأكله البهائم. يوضع في مكان طاهر تأكله البهائم والكلاب، ولكن إذا كان الطعام نظيفا وطيبا فأحسن أنه يعطى للمحتاجين، يعطى للمحتاجين إلى الطعام، وهناك جمعية لأخذ الطعام الفاضل من الولائم، ومن هناك جمعية بإمكانه إذا كان الطعام كثيرا وجيدا أن يتصل بالجمعية ويأتون ويأخذونه منه ليوزعوه على المحتاجين. شكر الله لكم شيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في برنامج نور على الدرب. شكرا لفريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.